من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طبيعة الإنسان هي طبيعة واحدة، كل إنسان له طبيعة خاصة، ولا يمكن أن يكون الإنسان في شيء واحد متعدد الطبيعة. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عادة هكذا، يعني مثلا إذا واحد من طبيعته من سجيته الشجاعة فهو شجاع في المواقف، وإذا من طبيعته الجبن فهو جبان في المواقف كلها، وإذا هو حسن الأخلاق في طبيعته فطبيعته دائما موجودة، وإذا هو سيء الأخلاق فطبيعته دائما موجودة. إنما المهم أن الإنسان الذي له طبيعة معينة إذا كانت تلك الطبيعة صفة خير عليه أن ينمي تلك الصفة، وإذا كانت صفة سوء فعليه أن لا يظهر تلك الصفة، بل أن يحاول أن يغير تلك الصفة، لأن الإنسان له صورتان، صورة ظاهرية هي المحية، كل إنسان شكله بشكل خاص، أنت تميز بين الأشخاص هذا زيد هذا عمر هذا بكر، أول ما تميز بينهم بشنو؟ بالمحية، بالشكل وجهه، هذه الصورة الظاهرية. والله سبحانه وتعالى لم يخلق إنسانا في صورته الظاهرية مثل إنسان آخر 100%، قد يكون هناك شبه، والشبه قد يكون كبير جدا بحيث أنه لعل الإنسان يخطئ بين شخصين، وخاصة يحدث بين التوأمين، لكن مع ذلك أكو هناك فروق. هذه الصورة الظاهرية، وللإنسان صورة ثانية، تلك هي الصورة الباطنية التي يعبر عنها باللغة بالخلق أو بالخلق، الخلق المحيا الظاهر، الخلق الصورة الباطنية،
هذه الصورة الباطنية لها علائم، هذه العلائم تظهر على الإنسان في المواقف المختلفة، لأنه الإنسان أي طبيعة عنده في نفسه فهذه الطبيعة تظهر نفسها في مواطن مختلفة. زين، واحد من الناس صورته الباطنية سليمة، يمتلك فضائل الأخلاق، يعني فضائل الصور الباطنية، فهذا عليه أن ينمي هذه الطبيعة التي هي موجودة فيه، يجملها أكثر. وإذا الإنسان يمتلك صورة باطنية سيئة، طبعا الأمر نسبي، يمكن واحد صورته الباطنية في شيء حسنة وفي شيء آخر غير حسنة، مثل الإنسان في محياه قد تكون عينه جميلة لكن مثلا حاجبه ليس بجميل، أنفه جميل لكن شفتيه أو شفتاه ليستا بجميلتين، يمكن في الصورة الباطنية هالشكل، يمكن واحد صبور فهذه صورة باطنية جميلة لكنه جبان، صورة باطنية قبيحة. فإذا الإنسان يمتلك في بعض الجهات صورة باطنية قبيحة، عليه أن يفعل شيئين: الشيء الأول أن لا يظهر تلك الصورة، يعني أفرض إذا فد واحد مثلا جبان، عليه أن لا يظهر جبنه، إذا فد واحد جزوع لكن عليه أن لا يظهر هذه الصفة، أن يظهر صفة الصبر. إذا واحد ليس بحليم، الحلم بمعنى أن الإنسان يتحمل جهل وسفاهة الجاهلين والسفهاء، إذا واحد سبك لا ترد عليه، إذا واحد شتمك لا ترد عليه، إذا واحد ما احترمك تظهر كأنك لم تعلم بما فعله. زين، إذا فد واحد هو مو حليم، عليه أن يظهر الحلم، هذا الشيء الأول، أن يكتم هذه الصفة القبيحة في نفسه. في الحديث الشريف: فاستر خلل خلقك بعملك، إذا أكو في أخلاقك خلل استر هذا الخلل بشنو؟ بالعمل. إذا واحد هو بخيل بالطبع، يظهر الكرم من نفسه، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: يحاول أن يغير هذه الصفة القبيحة. أما الشيء الأول صعب، بالنتيجة الإنسان يعمل خلاف طبع نفسه، هذا صعب. أنت فد شيء ما تحبه ما تكرهه، أو الشيء تكرهه زين، تظهر على نفسك عكس ذلك الشيء، هذا صعب، يحتاج إلى مقاومة للنفس. الأمر الثاني وهو التغيير هو أصعب، وخاصة إذا الإنسان شب على شيء، يعني سنوات طوال في حالة واحدة، إذا يريد يغيرها جدا صعبة. أكو حديث شريف موجود في كتاب الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هناك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق العقل وخلق الجهل ثم زود هذا العقل بجنود، الإمام يذكر 75 جندي من جنود العقل: الصبر والحلم والإنصاف والعدل وكذا وكذا، 75 واحد من فضائل الأخلاق. في مقابلها إن الله سبحانه وتعالى خلق ما يضادها من صفات، وهي جنود الجهل.
فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا يوجد مؤمن يخلو من جنود العقل. بالنتيجة بعض هاي 75 واحد وحدة موجودة في أي مؤمن من المؤمنين، لكن عليها أن يحاول أن يكملها إلى أن يوصل إلى 75 واحد، وهذا أمر صعب. الإنسان يغير طبيعة نفسه أمر صعب لكنه ممكن. شلون يمكن؟ أولا عبر إظهار ما يخالف تلك الصفة أو السجية غير السليمة. الشاعر يقول ولن تستطيع الحلم حتى تحلم، يعني حتى تتحلم. إذا الإنسان أظهر شيء مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات طبعهم يتطبع بذلك الشيء. أكو في حديث شريف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أنه في المستقبل ستبتلون بناس أعداء يأمروكم بالسب والبراءة مني. الإمام ماذا يقول؟ يقول أما السب فسبوني، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني، لأني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. البعض يتصور أنه لا تتبرأ مني يعني بلسانك لا تقول أنا بريء من علي بن أبي طالب، لا هذا مو المقصود، هذا يدخل في ضمن السب. إذا واحد في حالة تقية إذا لا يقول أنا بريء من علي بن أبي طالب يقتلوا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يجوز أن يقول هذه الكلمة، يقول أنا بريء من علي بن أبي طالب على لسانه لكن قلبه مطمئن بالإيمان. زين، فشنو المقصود بأما السب فسبوني؟ خو واضح تقية الله سبحانه وتعالى مجوز لك، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني. المقصود شنو هو؟ مقصود البراءة القلبية، يعني لا تبغضني بقلبك، لأنه ذاك الحاكم الظالم ما له سيطرة على قلبك، لأن القلب هي المنطقة الحرة فالإنسان لا سيطرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى. زين، أما البراءة لا تتبرأ مني، البراءة أمر قلبي وهو غير اختياري. أنت تحب واحد بدون اختيارك وتبغض واحد بدون اختيارك. زين، إذا أنت تحب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وتربيت على هذا، يعني شنو أنه لا تتبرأ مني قلبا؟ الجواب على ذلك أنه واحد يمكن مؤمن متدين لكن يصير في أجواء غير سليمة، هذه الأجواء غير سليمة شوية شوية تأثر على قلبه. أنت تحب إنسان لكن تصير في أجواء أعداء ذلك الإنسان، يوم يومين ثلاث أيام أربعة أيام سنة سنتين، شوية شوية قد تبغضه، الحب يتبدل إلى بغض. الإمام يقول أنت مضطر تسب، سب ما يخالف، لكن لا تجعل نفسك في أجواء سلبية اللي هي بالتدريج تسبب بغضك لي. احنا عندنا ناس دخلوا مع أعوان الظلمة، هو دخل بقصد، يمكن قصد خير كان، لكن شوية شوية أكل زادهم واستطاب مالهم وأعجب بأسلوبهم، والشيطان والنفس والهوى هم عوامل مساعدة. شوية شوية تشوفه صار إنسان فاسق فاجر حتى في قلبه. فلذا الإنسان يمكنه أن يغير ما في قلبه، ولكن كيف؟ بإيجاد الأجواء. هسه إما أجواء سلبية تغير قلبه نحو الجانب السلبي، وإما أجواء إيجابية تغير قلبه نحو الجانب الإيجابي. فإذا الإنسان في قلبه في نفسه صفة من رذائل الأخلاق، هذه الصفة أول يكتمها، الشيء الثاني حاول تغييرها. مثل ما صورة الإنسان الظاهرية، أكو بعض الناس مثلا عيب موجود في شكلهم
يستر هذا العيب، أو يروح يسوي عملية تجميل يزيل هذا العيب كاملا مثلا. هذا أنس بن مالك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أنشده وأنشد جماعة أنه أي واحد منكم كان موجود في يوم الغدير وسمع رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه إلى آخر الكلام الشريف، أي واحد منكم كان حاضر فليقم وليشهد. بعض الصحابة اللي كانوا موجودين قاموا وشهدوا، أنس بن مالك لم يقم ولم يشهد مع أنه هذا كان خادم للرسول وكان ملازم للرسول صلى الله عليه وآله وكان موجود في يوم الغدير. الإمام قال له أنت كنت موجود ليش ما تشهد؟ قال لقد كبرت أو كبرت ونسيت، أنا بعد عمري صاير كبير وناسي كثير من القضايا، هاي من القضايا اللي ناسيها. الإمام دعا عليه إن كنت كاذبا أصابك الله ببياض أو بوضح لا تستره العمامة، فصار وضح يعني برص في أعلى جبهته، شوي نزل العمامة جوه، هذا الوضح نزل أكثر، هم نزل العمامة أكثر، نزل أكثر، نزل أكثر إلى أن صار وصل إلى قسم عينيه وأنفه وكذا، بعد ما قدر ما يقدر يشد عينه. أصابك الله بداء لا تستره العمامة، وكان دائما يتلثم بس مبين بعد عيونه طالعة مبين أن هناك فيه برص. ويسألوه قال لحقتني دعوة العبد الصالح. وبعض الأحيان الإنسان موجود في جسمه خلل يحاول أن يستر هذا الخلل، مرة يروح يسوي عملية جراحية تجميلية يزيل ذلك الخلل. باطن الإنسان نفس الشيء، فإذا الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إذا ألف عذر هم ذكر للناس وخدع الناس لكن ما يقدر يخدع نفسه. أنا إذا في نفسي صفات غير سليمة أحاول أن أسترها أولا، فد واحد عصبي يصيح يقول ليش عصبي؟ يقول هاي طبعي. ما يخالف هذا طبعك، أستر هذا الطبع. لعد الحلم وين موجود؟ كظم الغيظ وين موجود؟ سائل الصفات الأخلاقية وين موجودة؟ زين، واحد بذيء اللسان يقول ليش انت بذيء اللسان؟ يقول هذا طبعي. هو هذا الطبع استره، الشيء الثاني غيره. ألا يمكن ذلك؟ والإنسان اللي هو عنده طبع، هذا الطبع يظهر نفسه حتى إذا في بعض الأحيان ستره، لكن في مواقع يظهر نفسه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ما أضمر امرؤ شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه، أو بالعكس إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه. فبالنتيجة الإنسان يحاول أنه عبر العقل وعبر التدين يضبط هذه الحالة. أكو في الآية الشريفة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا بعض المفسرين يسأل تساؤل، يقول هذا الإنسان لو شديد ويا الكل شديد، لو رحيم ويا الكل رحيم، ذول شلون يكونون أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ هذا تناقض، لأن الطبع إما رحيم أو شديد، ما يمكن أن يكون طبع واحد. إذا أكفت بين قوسين في عالم السياسة يقولون أكو مثل أنه الثورات اللي تقوم على العنف تأكل أبناءها، لأنه هذا اللي عنيف ويا أعدائه راح يصير عنيف ويا أصدقائه أيضا. زين، شلون يكون أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ يقولون هنا ذول طبعهم واحد، غالبا كانوا أشداء لأنه طبيعة الصحراء الشدة، البدو الأعراب لهم شدة جدا
لأن طبيعة الحياة القاسية اللي يعيشون فيها هذه توجب الشدة عندهم. لذا الآية تقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لمن هو كافر أشد الناس كفرا، لمن هو مسلم أشد الناس نفاقا. وأنتم بعد معاشرين دول الأعراب وتشوفون شلون أشدهم نفاقا، زين، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا الأعرابي الإسلام اللي هو دين المعرفة ودين العلم يقول الأعراب البدو الأحسن أن يبقى جاهل لا يتعلم، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ليش؟ لأنه إذا تعلم كلمتين يفهمها بشكل مغلوط. ونشوف شلون الآن في عالم اليوم التفجيرات والقتل والتنكيل وتشويه سمعة المسلمين بسبب الفهم المغلوط للدين. لو هذا كان يبقى جاهل في منطقته هو إنسان جاهل خلاص، لكن راح تعلم كم كلمة فهمها فهم مغلوط فأثار العالم كله ضد المسلمين وضد الإسلام وخسر الدنيا والآخرة هو ويضر المسلمين أيضا. على كل حال فغالب العرب لأنه كانوا أعراب طبيعتهم شديدة كانت، لذا الله أول يقول أشداء على الكفار، الشدة أول ذكرها، بعدين يقول رحماء بينهم. زين، أنت اللي شديد على الكفار طبعك الشدة، لكن دينك لازم يكون سبب لأن تكون رحيم مع جماعتك. هذا خلاف الطبع، بس لازم أنت تغلب الدين على الطبع، طبعك الشدة خب مع الكفار ما يخالف، لكن هذا الطبع الشديد عندما يوصل إلى المؤمنين لازم تغير ولو بالظاهر بالرحمة الظاهرية. إحنا في أيام الأربعين إذا الله سبحانه وتعالى موفقكم رايحين سابقا إلى زيارة الإمام الحسين، وإن شاء الله الله كل سنة يوفقكم، ذول المشايا اللي يروحون إلى زيارة الإمام الحسين ملايين، وفيهم مختلف الناس، مختلف الناس يعني لأنه المجتمع كله، المجتمع فيه مختلف الناس. إحنا ما شفنا ولا مرة ولا سمعنا مرة أنه بهذا الطريق اللي ملايين بي زين صايرة عركة واحدة بين اثنين يتعاركون يتهاوشون، مع أنه طبيعة التجمعات أنه يصير فيها هوشة وعركة، وأكو ناس عندهم غلظة وعندهم خشونة زين، وهذا أمر طبيعي يعني في كل مجتمع موجود. ولكن لماذا في كل هذا المسير ولا مرة سمعنا هناك عركة وهوشة زين أو ساب أو شاتم، مع أنه عادة إذا أكو صف بعشر نفرات يصير بي 20 عركة؟ لماذا؟ لأنه الدين غالب على الطبيعة. هذا جاي دي يشوف أنه دي يمشي في طريق الإمام الحسين. يمكن هو مو متدين، أكو بعضهم يعني مو بالضرورة يكون متدين، يمكن فد واحد مثلا عنده بعض الخلل في أعماله، لكن هذه العقيدة موجودة أنه أنا دي أمشي في طريق الإمام الحسين. فالدين يكون غالب على الطبيعة اللي موجودة عنده. أنت عندك طبيعة سيئة اكتمها، الدين لازم يكون هو الحاكم مو الطبيعة، دينك لازم يكون حاكم على أعمالك لا طبيعتك لا سجيتك. أشداء على الكفار، طبيعتكم شديدة ما يخالف على الكفار، بس بيناتكم الدين يقول رحماء بينهم. طبيعتك سيئة بس الدين حكم على طبيعتك. فإذن الآية معناها اتضح، أشداء على الكفار رحماء بينهم، مو معناه أنه هذا عنده طبيعتين، هم طبيعة رحمة وهم طبيعة شدة، كلا طبيعته واحدة وهي الشدة غالبا بالنسبة إلى أولئك. لكن الدين يقول لك أنه في هذا الموقف تغلب على طبيعتك. وإذا الإنسان حكم الدين في أمور حياته وفي كل تصرفه راح أي شيء خلل موجود في أخلاقه هذا الخلل راح ينستر. فاستر خلل خلقك بعملك أو بعقلك، في حديث آخر فاستر خلل خلقك بعقلك.
زين، وفي حديث آخر وحارب هواك بعقلك. فإذا كل واحد من عندنا الآن يجي يحاسب نفسه، أنا شنو عندي من فضائل خل أنميها، شنو عندي من رذائل أحاول أولا كتمانها، والشيء الثاني تغييرها. والإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه بتعبير حسب أحد كلام أحد العلماء مثل طين اصطناعي، شايفين أكو بعض ألعاب الأطفال موجود في طين اصطناعي زين، يشكل بأي كيفية. الإنسان إذا هو صغير يكون أسهل لأنه المطاطية تكون أكثر، إذا هو كبير شوية في صعوبة، أو مو شوية هواية في صعوبة، لكنه ممكن. وإلا الإنسان أكو في الحديث الشريف أكثر ما يدخل أهل النار النار بسبب سوء أخلاقهم. سوء الأخلاق مو فقط معناه أنه مثلا مقطب وجهه مثلا، أو ما عنده حسن البشر، لا، سوء الأخلاق أعم، يعني الصفات السيئة اللي موجودة في النفس هذه الإنسان ينصاع وراءها، فقد تسبب الكفر أو تسبب الفسق أو تسبب ترك الطاعات أو تسبب فعل المعاصي، وذلك يكون سببا في دخول النار. ولذا في الحديث الشريف أكو أنه الصبر أقسام، من جملة الصبر عن المعصية. الإنسان في حالة غضب شديد زين، إذا حكم دينه يضبط هذا الغضب، إذا ما حكم دينه ينساق وراء الغضب، وإذا به يخسر الدنيا والآخرة. الآن جرائم القتل اللي عادة تصير كثير منها مو من سبق إصرار، مو من قبل مصمم، يعني احنا سمعنا بعض قضايا القتل اللي حدثت في هذه المدينة مثلا في السنوات الماضية، نسأل شنو سبب القتل، مو عن سبق إصرار، مو أنه قاصد أن يقتله، هذه موجودة الحالات نادرة، عداوات شخصية أو كذا، غالبا صايرة ملاسنة بين طرفين وأحدهما صاير عصبي وقاتل النفر الآخر، إما مثلا رامي عليه شيء أفرضه أو ضربه بسكين أو كذا في حالة أوج الغضب، بسبب أنه لم يسيطر على هذه القوة. إذا هو متدين لازم دينه يقول له أنه أنت سيطر على هذه القوة الغضبية يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم قبول الزيارة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.